جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يزكى الراتب؟ الراتب وغيره إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. إذا كانت النقود التي عندك من الراتب أو من غيره بلغت النصاب فأكثر وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة. ولكن هناك مشكلة عند الموظفين، وهي أنهم كل شهر قد يوفرون شيئا من رواتبهم ولا يدرون ما تم عليه الحول وما لم يتم. فهؤلاء ينبغي أن يحددوا شهرا من السنة كرمضان مثلا فيخرجوا فيه زكاة ما اجتمع لديهم من التوفيرات، أو إذا كان لهم رصيد أن يزكوا هذا الرصيد، ما تم حوله فإنها خرجت زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله فإن زكاته تكون معجلة من أجل التسهيل على الناس، لأن اعتبار حول كل مبلغ على حدة يشق عليهم. فإذا عملوا هذا العمل حددوا شهرا من السنة يخرجون زكاة ما اجتمع لديهم من التوفير كفى هذا والحمد لله. نعم.